قال النائب المستقل باسم خشان في حديث لبرنامج الثامنة إن الغرض من تعيين فالح العيساوي بمنصب وكيل جهاز الأمن الوطني رغم أنه المتهم بالفساد هو تأمين رئيس البرلمان لعضوية محمد الكربولي في المجلس، مبينا أن مشاريع الحلبوسي انتهت ولن يكون له وجود في المرحلة المقبلة. البرلمان مثلا اذا مثلاً تجي البرلمان على التعيينات تجي فالح العيساوي، اي فالح العيساوي متهم بقضيه فساد وتم رفع الحصانه عنه بالفتره السابقه، ما عرفوا انتهت القضيه، قضيه 10 مليارات دولار بالانبار تسربت. فالح العيساوي حقيقه انا اتصور يعني اكو غايه من تعيين فالح العيساوي، لان عضويه محمد الكربولي مهدده، اذا طلع فالح العيساوي هو يصبح في امان. هاي سمعناها اكثر من شخص يقول لك هاي خطوه رئيس البرلمان، اي هاي خطوه رئيس البرلمان، اذا يعني ليش؟ يعني لان يريد يحمي محمد الكربولي اللي هو جزء من مشروعه القادم. لكن يعني انا انبه السيد الحلبوسي الى انه مشاريعك السياسيه القادمه انتهت بسبب مخالفاتك القانونيه، وما اتصور انه الحلبوسي سيكون له اي وجود في المرحله القادمه. طيب